هاي حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله منيحه. رجعت لكم فيديو جديد. جايز انا حسوي لكم سلايم وان شاء الله الكميه تكفي، واذا ما كفت انا اليوم ممكن امرق على المكتبه وحسوي جزء ثاني من السلايم. اوكي جايز، حطوا لايك لهذا الفيديو وسبسكرايب وكومنت ويلا نبلش. هذا الفيديو حينزل اليوم، وبكره حينزل فيديو ثاني واللي هي اختي عم تسوي لكم اغراضها للمدرسه. هلا هي خلف الكواليس ما راح تطلع لانه اللي بدي اصور فيديو بكره بدي نزله على القناه. اوكي هلا خلينا نبلش. حيكون عندي طبعا العلبه اللي حط فيها السلايم وحط الجلو. اوكي لا ما هيك تمام. اوكي طبعا حيكون عندي جلو وان شاء الله الكميه تكفي، لان انا نسيانه مفكره العلبه معبايه. عندي معالق او معلقه مشان التحليق، هون عندي تورتش مشان اذا روت ايدي ما بعرف حطيته، المهم. وعندي لونين اللي هو جرين و بينك، واهم شيء اللي هو عندي مي وعندي بيرسيل. اوكي هلا خلينا نبلش. عرفت نسيت حتى كل شيء اول شيء شو بحطوه مشان ما تعبي. اعذروني كمان ما فينك تطلعي هلا بهالفيديو، بكره بدك تطلعي. بدي احط كل شيء بقلبه. جايز اذا ما كفيتوا اعتبروه فيديو تسلايه او مزح او اي شيء، بس انه هيك بدي نزله. هو فيه يا الله دائما هيك بس ما بيطلع. لكم كيف عم بينزل، حتى لو طلع قده قد النقطة بس اوكي انه انا هيك ساويته. ممكن ما يزبط لانه هي اول مرة حساويه، ممكن ما بس بعرف كيف انه، بس يمكن ما يزبط. واذا ما زبط حساوي جزء تاني اكيد حيزبط الجزء التاني، لانه ممكن ما يزبط لانه كمية الجلو قليلة. بس اوكي لانه بدي اساوي اليوم، ممكن امرق على المكتبة بقى حجيب وحاساوي جزء تاني، وكون طبعا 3 علب عندي بدي اساوي كبير. هذا الفيديو اوكي جايز اصغر سلايم بالعالم حساوي، وحساوي فيديو اللي هو الجزء التاني اكبر سلايم، مو اكبر سلايم بالعالم، اكبر يعني اكبر من هذا، هيك حجمه ممكن يكون. اما هذا الفيديو اصغر سلايم بالعالم، او مو بالعالم بالعالم بس انه اصغر سلايم. وحساوي الجزء الثاني مثل ما قلت لكم هو اكبر، حجيب يعني 3 جلو ممكن هيك يطلع. اوكي كبير يا هند. بعد ما حطينا كم نقطة او ما بعد كبير. اوكي بنحط اللون، هحط لون الزهر. اوكي هو انا حساوي منوعين فيديوهين صغير وكبير، انه فيديو سلايم الصغير وفيديو سلايم الاكبر او الكبير. اوكي هلا بدنا نحط البيرسيل. اوكي جايز حطوا لايك لهذا الفيديو، هو ما بدنا نكتر لانه مثل ما قلت لكم هو صغير بقى ما رح نكتر. امبارح جايز قلت لكم رح انزل يوميا ان شاء الله، امبارح نزلت لكم فيديو نسيت شو هو، ما عايزه هاي ما حيصير. يا الله شو باين صغير وكتكوت كثير صغير. في عالم حسيت كتير سووا اللي هو اصغر سلايم بالعالم اكبر، انا هيك كمان حابه اسوي غير عن السلايم العادي انه صغير.
هو الشيء البشع فيه إذا واحد كان بيتعب أو كبير حجم كبير بده بده الواحد يخلطه كتير، هذا هو الشيء البشع إنه بده تخليط 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 تخليط. أنا من زمان ساوي سلايم، فهيك نسيت من زمان لما سويته وقلت لهم على البيرسيل لقيت خلاص ما عدنا نستخدم أي غسيل إلا الغسيل غير البيرسيل، كتير كويسة ريحته بتجنن. أنت لا تفتحي هلا اذا جمعتهم كلهم مع بعض بيطلع هالحجم، هلا الحجم. اوكي انا هلا كثير مبسوطه لانه عم نزل فيديوهات يوميه او بقطع يوم يومين هيك، لانه بكره كمان حينزل فيديو وبعد بكره واللي هو الجزء الثاني حيكون الاكبر ان شاء الله، يمكن اما بكره اكيد في فيديو. هلا قولي هاي خلف الكواليس لا تطلعي، قولي عندي كتير عم جهز حالة للفيديو اللي هو بدي تفرجيكم اغراضه لما دخلت المدرسة مثل ما قلت لكم. اوكي جايز الله خايفة انه ما حسيت ممكن كتبت كتير بيرسيل بس لانه لايك هذا الفيديو تابعوا كل فيديوهاتي وكبس الجرس، الجرس اهم شيء مشان تعرفوا اذا عم ننزل فيديوهات او لا، اكتبوا لي تعليقات شو بدكم فيديوهات تحديات، انا مو كل قناتي تحديات بحب نوع، انا ما في فكر ابدا ببالي للمعارف مستوى. كيف بيرسيل بيخليه يندمج كله مع بعض؟ انا ما بفهم الشغل كيف، ما بعرف ضل عم خلط فيه. ممكن يكون هالفيديو شوي طويل بس اوكي. بعطيني محرم خلصت، ممكن الفيديو يطلع 11 ان شاء الله ما يطول كثير. طلع انا كثير بحب ساوي سلايم، كثير بحب شيء اسمه سلايم. I say for you don't go in the can. اوكي جايز يجرب هلا مسكه بايدي، استنوا بعرف حيدب لانه ما صار. سامحونا جايز اذا هذا الفيديو طويل بس انه جايز اذا ما زبط عادي 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 جيبي لي محلمه ثانيه. بدي احط انا كل هذا، بدي احطه كله 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 كله. يلا 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 انا انبسطوا معنا بهالفيديو حتى وكان طويل بس كملوا. في طول حاول تسرع عجلة. اوكي جايز اوكي عم ببلش جايز. خلص تقريبا بالضبط طيب خلص ضبط جايز، بس عم بحط له شويه بيرسيل بالضبط.
لسه كتير تحقيق. Okay guys, I think انه مو فشل ولا ضبط نص نص. جيبي لي محارم هند. في محارم مو هاي هي صار في طاط في طاط طاط لو ايدي راح ادي سفطان. جايز هلا هيك تكون خلص سلايم. واذا بدكم جايز فرجيكم اياه بالفيديو الجاي. اوكي شوي اوكي جايز فرجيكم اياه بالفيديو الجاي بس لانه ما كتير زبط جايز. اذا زبط معي دقيقة اذا زبط معي رح فرجيكم اياه بالفيديو الجاي. اوكي جايز بس في دبع هذا هو اكل شيء بالسلام. اوكي جايز هذا هو انا بشبهكم بدبع ماي جود. هذا هو اصغر سلايم بالعالم. اوكي جايز ما زبط كتير بس انه اصغر سلايم بالعالم ليكو هذا هو اصغر سلايم. ولما حالعب فيه حفرجيكم اياه بالفيديو الجاي واللي هو بعد بكره حفرجيكم اياه او بكره حفرجيكم اياه. اوكي بالفيديو تبع هنوده حفرجيكم اياه شوي وانا عم بلعب فيه بين ما ركن وخلص ونزل الفيديو تبع هنوده حفرجيكم اياه. باي هنا تسكري التمرين. Bye, love you.